طب بمناسبة كمان يعني انكم بتتابعوا الماتشات في البيت، هل بتواجهوا مشكلة في انكم يعني تتابعوا الماتش؟ هل بتطلبوا شايفين مثلا انه معلقين على المباراة يبقوا حاطين في حساباتهم حاجات معينة او يوصفوا بطريقة معينة؟ هو طبعا هما بيوصفوا بطريقة كويسة، بس طبعا في لقطات كده معينة مش بنكون ان احنا مش بيوصفها بدرجة ان احنا نعرفها يعني، فبابا بيوصل لنا المعلومة دي. صراحة انا بحب جدا وصف الكابتن ايمن الكاشف يعني. في حاجات معينة أمنية حاسة انها لو حصلت تخلي الامور احسن، تخلي الصورة توصل لكم بشكل افضل؟ يعني المعلق مثلا يقول لما يعني لما يسجل هدف في الاستاد ولا في البيت؟ لا وانت بتتفرجي في البيت. لما المعلق انت في مثلا الاستاد بابا بيقوم بدور المعلق صح ولا ايه؟ صح. لما مثلا يجي هدف ببقى عايزه المعلق يعني يشرح اللعبه من الاول، يقول بقى مين الهجمه بدات من عند مين، يوصف يعني يوصف بالظبط لغايه ما الهدف يتسجل.